أنت تحس طفلك عنده موهبة تريد تنميها أو تعرف بنتك عندها قدرات تنتظر من يكتشفها، هنا صارت مهمة قسم رعاية وتنمية الطفولة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة اللي تنظم دورات لتطوير المواهب. دوراتها التاسعة على التوالي. تعالوا خلنا نتعرف على الدورات اللي قدموها. واحدة من هاي الدورات اللي قدموها هي دورة الرسم. تعالوا خلنا نشوفها. ورقة الرسم تجي قاعة المسرح اللي هي الثاني قاعد بيها. مثل ما تشوفون حاليا انا قاعد بقاعة البرمجيات والحاسوب. تعالوا خلنا نتعرف عليها اكثر. عندنا القاعة الأخيرة وهي قاعة المهارات اليدوية. تعالوا خلينا نتعرف عليها أكثر. راح تنتهي رحلتنا اليوم بهاي البيئة الداعمة لخلق جيل واعي ومثقف.